استغرب ان انا مش لاقي الزرار بتاع التسجيل. كان اخر مره كنت داخل على ميت كان بيسجل من قبل ان هو اتلغى، مش هقدر اسجل المحاضره. عندكم حاجه ازاي تسجلوها؟ طيب تمام خلاص، سجلها وابعت لي لينك ليها. واحد عبد الرحمن معايا ولا مين؟ تمام شكرا عبد الرحمن. طيب نبدا ان شاء الله. هنتكلم النهارده على الديسكريت سيركت امبليفايرز، وازاي اقدر احل المسائل بتاعتكم. ده شويه اكزامبلز، ده اللي هنعمله، مش بالارقام لكن هنشوف الافكار بتاعت الحل. نرجع مره ثانيه نقول ان الموس اساسا بيستخدم اغلبيه استخداماته بتبقى في الاي سيز. اول دايره هي دايره الكومن سورس. لاحظوا ان الدايره هنا ما بقتش بالبساطه اللي كنا بنبص عليها قبل كده. الدايره هنا دي سي سورس بتاعي، الفولتج سورس، الدايره فيها كاباستورز والدايره فيها ريزيستورز. بعد ما درسنا الشابتر بتاع او الجزء بتاع البايسنج نقدر نعرف ليه انا محتاج احط ريزيستورز ار جي 1 وار جي 2 واللي بعمل بيهم بايسنج ار جي 1 وار جي 2 لما يكون في عندي سنجل دي سي باور سبلاي دي سي سورس. فبظبط الفولتج بتاع الجيت عن طريق الار جي 1 ار جي 2، الكاباستور سي 1 علشان السيجنال بريزيستنس بتاعتها ما تبوظليش دي سي كونديشنز بتاعتي، كذلك عشان الار لود ما يبوظليش دي سي كونديشنز بحط كاباستور سي 2. كاباستور سي اس عشان في الاي سي ابقى لاغي تاثير الار اس، يعني الار اس بتقلل الجين، فانا بالطريقه دي بلغي التاثير بتاع الار اس في الاي سي، لكن في الدي سي هي بتديني كل المزايا اللي انا محتاجها. طيب ده بيبقى اسمه باي باس كاباستورز انبوت. اوكي ده قلنا دول بيعملوا ايه. الثلاثه كاباستورز دول في الميد باند بتاعي هيبقوا شورت سيركت في البند اللي انا بتكلم فيه. احنا بدانا الحقيقه في شابتر 10 اللي بنشوف الافكت بتاع سي ثلاثه كاباستورز اللي عندي دول، بس الافكت ده ما بيبقالوش تاثير في الميد باند، ده بيبقى له تأثير في اللو فريكونسي، اللور دان الميد باند والهاير دان الميد باند. طيب دي الدائرة بتاعتي، وهنا حطينا عليها اللود الانبوت سيجنال. ار سيجنال هتبقى شورت سيركتد بالكاباستور، ده الفي دي دي هتبقى اصلا على الجراوند. الترانزستور اقدر اشيله واحط الموديل بتاعه، ادي الموديل بتاع الترانزستور، فالدائره بتاعتي تبقى كده. نمره واحد لازم اعرف اعمل الايكوفلنت سيركت دي. يا جماعه لو حد مش فاهم دي جت ازاي ممكن ندخل في تفاصيل. هو اللي هيحصل ان كاباستورز هتبقى شورت سيركت، ار دي واصله على الجراوند هتبقى بارلل مع ار ال. طالما ده سي اس شورت سيركت يبقى الاميتر على الجراوند. CS1 short circuit يبقى R signal مع V signal بقوا parallel مع RG1 و parallel مع RG2 مع الاثنين. فالدائرة بتاعتي هتبقى بالشكل ده. بعد كده نبتدي بقى ايه نحلل الدائرة. عادة بندور على ايه؟ بندور على voltage gain و current gain و R input impedance و output impedance. أول سؤال الانبوت امبيدنس هنا قد إيه؟ ما هي الانبوت؟ يعني إيه الانبوت امبيدنس؟ بص لو رجعنا للدايرة دي، ده هو الامبليفاير بتاعي، ده سورس السيجنال بالار سيجنال بتاعه. فأنا بقف على الانبوت بتاع الامبليفاير وبقول ما هي الريزيستنس اللي قصادي؟ أنا واقف هنا بعد ار سيجنال، فكأني هنا أنا واقف في النقطة دي وبقول إيه هي الار انبوت اللي عندي. فلما اجي ابص ار جي 1 بارلل ار جي 2، وهنا ما فيش حاجه، هنا اوبن سيركت، مش عندي غير ار جي 1 وار جي 2 هما الانبوت ريزيستنس، ودول هنسميهم بالتالي ار جي وخلاص، الاثنين البارلل مع بعض. تمام،
طب الاوتبوت ريزيستنس بتاعت الاحتباس دي حد يقدر يجاوبني يا جماعه؟ هيبقى الار دي بارل مع الار نوت. تمام صح. احنا بنعمل ايه؟ كلمك ده محمد صلاح ولا مين؟ مين اللي جاوب؟ احمد السرد. حضرتك سامعني؟ ممتاز. سامعك. ممتاز. تمام. بصوا احنا بندور على ار اوتبوت، باجي على الانبوت سورسز وبعمل عليه شورت سيركت، فالدايره هتبقى طب هل هنا في تيارات هتبقى ماشيه؟ الاجابه لا. طب لو مفيش ليه؟ مفيش باور سورس هيمشي التيار، فبالتالي مفيش تيارات ماشيه، فالجهد هنا بصفر. تمام. يبقى الفي جيت صفر والفي سورس صفر والفي جي اس صفر، يبقى مفيش تيار ماشيه، يبقى كان الفرع دوت اوبن سيركت، يبقى انا فعلا ار دي بقت ان بارلل مع ار نوت، ده هو اللي بيعمل لي الاوتبوت ريزيستنس. عاده ار نوت بتبقى اكبر كتير قوي من ار دي، فممكن ان انا لو كانت اكبر بكتير ما بهتمش بار نوت، اقول هي ار دي على طول. والله لو ما كانش، او لو انت عايز تشتغل بدقه اعلى ماشي، حط الاثنين بارلل مع بعض. فولتج جين، ايه تعريف الفولتج جين؟ اوتبوت فولتج، ده الاوتبوت فولتج اللي هو على اللود، واللود وار دي ان بارلل مع بعض يبقى الفولتج اللي هنا. تمام. والاوتبوت فولتج بتاع اللي هنا هو نفسه في جيت، فكاني بقول ايه؟ هو في اوتبوت مقسومه على في جيت بتساوي كام؟ ده نلاحظ هنا ان اللي ماشي ده جي ام في جي اس. ايه في جي اس؟ الفرق الجهد ما بين الجيت والسورس، اللي هي نفسها في جيت، اللي هي نفسها في انبوت. اذا في جي اس هي في انبوت، في جي اس هي في انبوت. الثلاثه ريزيستورز دول بتوعي بارلل مع بعض، فبالتالي اوتبوت فولتج هيطلع حاصل ضرب التيار في البارلل ريزيستنس الثلاثه دول مع بعض. الإشارة سالب لأن التيار جاي من جراوند وطلع لفوق، التيار بيلف كده. تمام. فبالتالي الأوتبوت فولتج هيبقى سالب. سالب إيه؟ سالب الكرنت في البارلل ريزيستنس. بعد كده أقسم على الإنبوت فولتج اللي هو ده، فيطلع الجين بتاعي جي إم في البارلل بتاع التلاتة مع بعض بإشارة ناقص. آدي ال في انبوت في جي اس، فبالتالي ده بيطلع ماينس جي ام في البارلل بتاع الثلاثه ريزيستورز. دكتور معلش، هو انا حسبت معايا الار لود علشان هو ما قاليش ان هي اوبن سيركت صح؟ ما دي اللي من غير دي بقى الاوبن سيركت، بس ما اي في او. تمام. يعني اوبن سيركت مفيش لود، هيفرق ايه عندها؟ مش هحط معايا الار لود، هشيل ار لود بس. تمام. طيب الاوفرول فولتج جين احسبه ازاي؟ حد يجاوب كده. هجيب الفي سيجنال على تبقى الجي ام في الجي ام في الفي جي اس، يعني هجيب الرقم بين الفي سيجنال والفي جي اس، وهقول الجي ام في الفي جي اس في المقامات بتاعتها. ماشي. هو اللي انا هعمله ان انا امسك الاي في واقللها بنسبه الديفايدر اللي موجود في الانبوت، بس انا كاني بقول ما هي جي في دي عباره عن ايه؟ شايف في اوتبوت مقسوم على في سيجنال، دي اقدر احطها على صوره في انبوت على في سيجنال مضروب في اوتبوت على في سيجنال. في انبوت على في سيجنال الديفايدر اللي موجود في الانبوت، اعمل فولتج ديفيجن لفي سيجنال ما بين ار جي، الاثنين دول مع بعض بارلل نقدر نسميهم ار جي، عملها للسيجنال ديفيجن ما بين ار جي وار سيجنال، فدي فولتج ديفايدر، اما دي فهي الاوتبوت فولتج اللي احنا حاسبينه. تمام. فبالتالي ادي الديفايدر وادي الفولتج جين، يبقى الاوفرول فولتج جين هو الاي في مضروبه في الفولتج ديفايدر. سأل في حاجه مش مفهومه؟ لا. تمام يا دكتور. تمام.
ماشي، طلعنا قشرة الناقص بره، ما فرقتش كتير. كارنت جين يعني ايه كارنت جين؟ العلاقة ما دكتور بين ممكن ايوه اسأل. في ناس بس عايزة تدخل للميتنج. حاضر. شكرا. بنقول ايه؟ طب الكرنت جين هو ايه؟ كرنت جين، كرنت جين عباره عن الاي اوتبوت، كرنت اللي رايح لللود، اي اوتبوت اللي خارج لللود، تمام، مقسوم على اي انبوت. اي انبوت اللي داخل هنا، واضح؟ اي انبوت هنا. هل الانبوت كرنت بزيرو؟ طبعا لا، مش بزيرو، لان في ريزيستورز الكرنت هيقدر يمشي، تمام. فما اجي اجيب الكرنت جين بتاعي هقول ايه؟ افترض ان انا عندي هنا اي انبوت، في جي اس بتساوي ايه بدلاله اي انبوت؟ حد يقدر يقول لي؟ تساوي اي انبوت مضروبه في البارل بتاع الاثنين دول اللي هو ار جي 1 وار جي 2. تمام، يبقى انا اقدر اجيب جي ام في ال دكتور معلش ممكن الحته دي تاني؟ طيب لو انا عارف قيمه الاي انبوت مش هقدر احسب منها قيمه الفي جي اس؟ تمام، هتبقى اي انبوت في البارل بتاع الاثنين دول. تمام مظبوط، اللي هي دي، ادي في جي اس تطلع اي انبوت في البارل بتاع الاثنين دول. الكرنت ده عشان اجيب الاوتبوت كرنت اروح ماسك الكرنت ده اعمل له ديفيجن ما بين الار ال والاثنين، ار او مع ار دي، ار او بارلل مع ار دي اللي كان اسمها ار اوت. يبقى انا هعمل ديفيجن للكرنت ده ما بين ار ال وار او على ار بارلل ار دي وار اللي هي ار اوت، واشوف الكومبوننت اللي ماشي هنا. تمام تمام. فدي طريقة اللي أنا حكيتها، دي طريقة عملنا إيه؟ جبنا I output، حسبنا هنا في جي اس، حسبت قلت يبقى عبارة عن I output في RG في جي ام. امسك الكلام ده اضربه في R output واقسمه على R output زائد R L، يوم يدي لك الكرنت اللي في الأول. ارجع اقسمه تاني على I input اللي موجودة جوه في الإكسبريشن. دي طريقة. هنا ما استعملتش العلاقة دي يا جماعة، شايفين العلاقة دي؟ طريقة تانية للحل. عيب الطريقة دي إن أنت لو غلطت في الحساب اللي فوق بيروح مطلع لك النتيجة دي غلط. الطريقة اللي هنا دي اللي أنا لسه هشرحها دلوقتي. إنما اللي أنا شرحتها وخلصتها دلوقتي طريقة سهلة. بجيب الأوتبوت كرنت بدلالة الإنبوت كرنت. إزاي؟ بحسب بدلالة الإنبوت كرنت الفولتج هنا أي إنبوت في أر جي. يبقى عرفنا ده. اروح ماسك الكرنت ده اعمل له ديفيجن اضربه في ار اوتبوت واقسمه على ار اوتبوت زائد ار ال يوم يديني التيار اللي هنا. تمام، وهيطلع التيار هو الديفينيشن ان التيار اللي في الاوتبوت المفروض ار اوتبوت يبقى اتجاهه كده، لكن اللي هيحصل بسبب اتجاه التيار ده ان التيار هيبقى اتجاهه عكسي، فبالتالي الكرنت جين لازم يطلع سالب لان الكرنت سورس بتاعي بيمشي التيار الحقيقي كده، بينما الديفينيشن بتاع ار بتاع اي اوتبوت هو في الاتجاه ده، في اشاره سالب. الطريقه الثانيه بقى ان انا اقول اي اوتبوت على اي انبوت دي بتساوي في اوتبوت على ار ال. انا عايز التيار اللي ماشي هنا لو في اوتبوت على ار ال مقسوم على اي انبوت، اي انبوت اللي هي في انبوت مقسوم على ار انبوت، ار انبوت اللي هي ار جي. يبقى ده هيطلع عباره عن في اوتبوت على في انبوت اهي، تمام. وهنا ار ان يعني هي ار اي وار ان هنا نفس الحاجه، هنا ار ان على ار ال. تمام، طيب ده هو الفولتج دي انا حاسبه خلاص هضربه في الريشيو دي، فتطلع الحسبه بالشكل ار ان اللي هي ار جي اهي، هتوصل نفس النتيجه في النهايه. بس زي ما بقول لكم كده ان ميزه الطريقه اللي انا شرحتها الاول
إنها لو أنت عندك خطأ في حساب AV ما ينعكسش على يلخبط لك الـ AI اللي أنت بتحسبه دلوقتي. واضح؟ طيب لو كان بيسألني على الشورت سيركت كارنت جين، يعني يعني الكارنت جين لما ببقى عامل شورت هنا، لو أنا عامل شورت هنا إيه علاقة التيار اللي هنا بالتيار اللي هنا؟ حد يجاوبني. أنا عامل شورت سيركت، عامل شورت سيركت على اللود، يبقى كل الكرنت ده، يبقى كل الكرنت ده تمام. طب احنا قبل كده من شويه قايلين ايه؟ قايلين ان في جي اس هي عباره عن اي انبوت مضروب في ار جي، يبقى الكرنت ده هو هو هيبقى الاي اوتبوت بشرط ناقص، يبقى همسك جي ام في ار جي في اي انبوت اقسمها على اي انبوت، فتطلع النتيجه بتاعتي جي ام، هتطلع النتيجة جي ام في ار جي بس، وانا محسوبة بطريقة تانية ان انا قلت اي اوتبوت اهو واي انبوت اهي، ورحت قلت ار انبوت هي ار جي وفي جي اس هي اي انبوت في ار جي، فتطلع النتيجة نفس النتيجة. حد مش فاهم يا دكتور؟ بس هو النيجاتيف جي ام في الار جي دي احنا طلعناها على طول ولا من الخطوات اللي حضرتك لسه قايلها؟ لا، من الخطوات اللي انا انا حسبتها بطريقتين دلوقتي. يعني ازاي؟ اول حاجه قلنا في جي اس بتساوي ايه؟ اي انبوت في ار جي تمام؟ بس تمام. الكرنت ده هو هو الكرنت اللي ماشي في الاوتبوت بس اتجاهه معكوس، فبيديني اشاره ناقص. تمام، لان الديفينيشن مره تانية بتاع اي اوتبوت اللي ماشي جهه اليمين خارج تمام. من الامبليفاير تمام. تمام، فبالتالي باي طريقه تحسبها هتوصل لنفس النتيجه اللي هي ماينس جي ام ار جي. طيب ممكن ان انا احلل الدائره مباشره وهي بالشكل ده، ان انا بقول انا الترانزستور بتاعي دوت انا بيبقى عباره اشيل الترانزستور واحط ار نوت، اتخيل يعني ان بدل الترانزستور ده في عندي ار نوت وهنا في كرنت سورس تمام، وهنا عندي في كرنت سورس، وابدا احل المساله دي سي سورس بتاعي حطيته على الجراوند. انا كده ما ده على الجراوند يبقى ده بارلل مع ده وبارلل مع ده، انا بحل باخد بالي الثلاثه دول بارلل مع بعض، ودي ار جي اهي اللي هي ار جي 1 بارلل ار جي 2. حاضر، عيد نفس الخطوات اللي انا عملتها هنا، بس انا افضل ان انتوا تحلوا باستخدام الايكوفالنت سيركت بتاعي. عندي هنا اذا طالما ان انا لو هستخدم التي موديل احط هنا واحد على جي ام. طب دكتور معلش، لو عايز احلها على الوضع ده كده هكمل ازاي؟ هتيجي تقول ار انبوت بتساوي ايه؟ هتلاقي ار جي على طول، مفيش حاجه ثانيه تمام؟ تمام. طب ار اوتبوت هتقول انا حامل شورت هنا، يبقى الفولتج هنا بصفر، يبقى مفيش تاير ماشي هنا تمام، يبقى الاثنين دول بارلل مع بعض هي ار اوت. فولتج جين، ايه تعريف الفولتج جين؟ الفولتج اللي هنا عند الجيت ده الفي انبوت، الاوتبوت فولتج هنا. طب انا عارف ان التيار اللي ماشي هنا في كرنت سورس هو جي ام في جي اس، فالكرنت ده هيضرب في الريزيستورز الثلاثه بارلل مع بعض ويديني الاوتبوت فولتج باشاره ناقص، فالاوتبوت فولتج هتساوي ماينس الكرنت في الريزيستنس، ادي الكرنت وادي الريزيستنس. ما في جي اس هي في انبوت، فلما اجي اجيب الفولتج جين هطير الفي جي اس لا هقسم عليها فتطير لان هي دي في انبوت، هطلع الفولتج جين بس. يعني الفكره بقى مش صعبه، بس لو لو تعمل ايكوفلنت سيركت بتبقى اضمن. واضح؟ طب بعد كده عايز تجيب الكرنت سورس،
الكرنت جين، بتعرف الكرنت جين، الكرنت اللي خارج هنا على الكرنت اللي داخل هنا، أمال إيه؟ هو الفولتج اللي هنا قد إيه؟ وعبارة عن I في RG، I input في RG، يبقى ده I input في RG. طب الأوتبوت فولتج أو الكرنت اللي ماشي هنا، إيه علاقته بالكرنت اللي ماشي هنا؟ أروح مطبق الكرنت ديفايدر. فهي هنا بس الأفكار، واضح؟ اللي كان بيسأل واضح؟ هذا في التايم محمد صلاح، تمام. طيب اوكي، لو كان في ريزيستنس جيت سورس وانا مش عامل عليها شورت سيركت، لاحظوا البايسنج هنا باستخدام ايه؟ باستخدام كرنت سورس. لو انا عامل الدايره بتاعتي بالشكل ده، ما اجي اشتغل اي سي، ال في دي دي حطها جراوند، ال سي اس دي حامل عليها شورت، طب الكرنت سورس ده بنعمل فيه ايه؟ اوبن سيركت. صح، والكباستورز بتاعتي في الميد باند كلها شورت سيركت، فالايكوفلنت وده هنحطه مكانه ايه؟ انهي موديل انا استخدمه؟ تي موديل. تي موديل، تمام. ومع التي موديل المفروض هتلاقي ار نوت هنا في الحته دي كده، فنظرا لان هي بتبقى اكبر بكتير قوي من بقيه الريزيستورز، وانا لان انا شغال ديسكريت وللتبسيط فبنهملها عاده. ادي الموديل بتاعي بتاع الترانزستور تي موديل، وهنعمل نيجليكشن ليها وهنخلي الموديل بتاعنا. فادي الترانزستور ده هيبقى عباره عن اللينك او حرف التي اللي موجود عندي. فكان هنا في كرنت سورس، كان هنا في واحد على جي ام بس، تمام. فالايكوفلنت انا هنحل هنا، طيب ماشي، هنحل المساله دي مباشره. ده على الجراوند، ده هيبقى اوبن سيركت، ده شورت سيركت، ده شورت سيركت، ده شورت سيركت، تمام. ار انبوت تساوي ايه؟ ادي جاوب مال ار جي. ار جي، تمام. طيب ار بعد كده عايزين ايه؟ ار اوتبوت هتساوي ايه؟ ار دي اللي فوق دي، ار دي. هل في كرنت هنا هيبقى ماشي؟ لو انا عملت على ده شورت، ده معناه ان انا عندي هنا شورت، معناه ان الفولتج هنا بزيرو، تمام. الفولتج في الحته دي بزيرو، والفولتج هنا بزيرو. واخدين بالكم ان الكوفلنت سيركت الزرقاء دي موجوده مكان الترانزستور، النقطه دي اللي فوق واحد على جي ام، الفولتج اللي عليها بزيرو، والطرف الثاني اللي بعد ار اس على الجراوند، يبقى واحد على جي ام سيريز مع ار اس، مش ماشي فيهم تيار. التيار اللي ماشي هنا في ار اس هو نفس التيار اللي ماشي فوق، يبقى فوق ما فيش تيار ماشي هنا، يبقى كده ده اوبن سيركت. يبقى انا واقف من هنا مش شايف غير ار دي، يبقى الريزيستنس بتاعتي هي ار دي. دكتور معلش، ينفع بس اخر حته اللي هي حضرتك قلت ليها خدها اوبن سيركت، اللي هو الار دي معزول عن الار اس؟ طيب بص، ده الموديل بتاع ده ترانزستور، ادي الموديل بتاعه، يعني كان اقدر اشيل ده احط الازرق ده احطه هنا، الفولتج هنا بصفر، يعني الفولتج هنا بصفر، النقطة دي الجهد بتاعها صفر. ايه بقى اللي تحتها؟ واحد على جي ام ثم ار اس، يبقى من اول النقطة دي تخيل انها موجودة هنا، عندي واحد على جي ام ثم ار اس والناحية التانية على الجراوند، يبقى من فوق على الجراوند من تحت على الجراوند. هل في طيار هيمشي في التو سيريز ريزيستورز دول؟ لا. الإجابة لا، الطيار بصفر، يبقى الطيار هنا بصفر، يبقى الطيار بصفر معناه انه كانه مش موجود، لان الجزء ده مش موجود، مفيش طيار بيمشي. فبالتالي الريزيستنس اللي انا شايفها ما بين النقطه دي وما بين الجراوند هتبقى هي ار دي، تمام؟ طيب اوكي،
فولتج جين، ايه هو الفولتج جين؟ هو الفولتج اللي هنا يعني اللي هنا مقسوم على الفولتج اللي هنا، دي اوتبوت مقسوم على في في دي مقسوم على في انبوت. علاقه الفي دي بالفي انبوت، اول حاجه التيار اللي ماشي هنا نفس التيار اللي ماشي، هل اقدر اجيب علاقه ما بين التيار اللي ماشي هنا والفولتج ده ولا ما اقدرش؟ ايوه، لان هو الفولتج بتاع الجي هيبقى يساوي الفولتج عند على الريزيستنس دروب على الريزيستنس اللي هو اي فار اس زائد في جي اس. بص انا هنا الترانزستور ادي الموديل بتاعه، ادي الموديل بتاعه، يعني انا في ذهني الموديل ده، النقطه دي جوه صفر، وبعد كده عندي اتنين ريزيستورز مش ار اس بس، انا عندي واحد على جي ام في الحته دي وبعدين سيريز معها ار اس. تمام، انا بالتالي لما اجي اجيب الفولتج جين بقول ايه؟ بقول شايف ما بين النقطه دي وما بين هنا في واحد على جي ام وبعدين ار اس، يبقى الكرنت اللي ماشي قد ايه؟ هيطلع في انبوت اللي هو الفولتج اللي هنا مقسوم على الاثنين ريزيستورز. هل الكلام ده واضح؟ واضح. الكرنت اللي هنا نفس الكرنت اللي فوق، يبقى انا عرفت الكرنت اللي فوق بدلالة في ام. طيب تقدر تقول لي الاوتبوت فولتج ايه علاقته بالفي انبوت؟ بأي علاقته بالكرنت ده؟ يبقى الكرنت في الار دي بارلل للار ال. بالظبط. بإشارة ايه؟ كاتب. سالبة، إشارة سالبة. يبقى حالي أن الأوتبوت فولتج هو عبارة عن الكرنت ده مضروب في البارلل ريزيستنس، وبعدين هرجع أسمع على في انبوت، أهي في انبوت هي نفس الفولتج اللي عجيب ده، هو في انبوت أهو هقسم على دي. تمام، يبقى الناتج هيطلع عبارة عن البارلل ريزيستنس بتاعت الاتنين دول مقسومة على واحدة على جي ام زائد ار اس. إشارة ناقصة. حد مش فاهم؟ أنا تمام يا دكتور. تمام، نكمل. الكرنت اللي ماشي هنا والكرنت اللي ماشي هنا نفس الكرنت، لاحظ إن الفولتج جين هو عبارة عن نسبة الكرنت اللي متشاف من عند الدرين إلى الكرنت، آسف، نسبة الريزيستنس اللي ما بين الدرين والجراوند الى الريزيستنس اللي ما بين السورس والجراوند، ما بين الجيت والجراوند. واضح؟ الريزيستنس اللي عند الدرين الى التوتال ريزيستنس اللي موجود عند الجراوند، عند الجيت، اللي موجوده ما بين الجيت من هنا الجيت والجراوند، او نقول ما بين الاميتر، بس ده تخلي معايا واحده على جي ام، تنساش. واضح؟ نسبة الريزيستورز اللي بتحكم لي الفولتج جين اتحكم فيها بقى زي ما انا عايز. فالفولتج جين اقدر ضرب جي ام بسطول مقام هيديني الناتج بالشكل. طب الاوبن اوبن لوب أو الـ open circuit voltage gain، لو أنا شلت الـ R loop الجين هيطلع شكله يفرق عندي إيه؟ هيبقى البسط بس في R D بدل البرل بتاعه. بالظبط كده، بالظبط، بيطلع نفس الحاجة بس خلاص دي بقت open circuit دايركتر. تمام، طيب بعد كده عايزين إيه؟ overall voltage gain يفرق إيه؟ دايما القصة دي مكررة، هي إيه؟ علاقة الأوفرول فولتج جين بالفولتج جين هو الفولتج ديفايدر اللي في الانبوت، اضرب الديفايدر اللي في الانبوت في الفولتج جين فتحصل على الأوفرول فولتج جين. دايما الأوفرول فولتج جين أقل من الفولتج جين بالريشيو بتاع الفولتج ديفايدر اللي موجود في الانبوت. هل هذا الكلام واضح؟ تمام يا دكتور.
فمرة تانية نقول هي V out على V signal، اللي نقدر نختار صوت V input على V signal مضروبة في V output على V input، يبقى voltage divider في ال input voltage gain اللي حسبناه من شوية، ده ال input voltage gain وده ال voltage divider. overall voltage gain لما يكون open loop أنا شايل اللود، أروح شايل الجزء ده من الإكسبريشن بتاعي فقط، ده بقى open circuit والباقي يفضل زي ما هو، هتلاقي إن دوت هيطلع واضح؟ تالي مفهوم. current gain العلاقة بين الكرنت اللي ماشي هنا والكرنت اللي ماشي هنا. كتير قوي هتلاقي بتتعمل بالشكل ده، يقول لك ايه؟ اصل هو اي اوتبوت على اي انبوت، اي اوتبوت هي الاوتبوت فولتج مقسوم على ار ال، واي انبوت هي الانبوت فولتج مقسوم على ار جي او مقسوم على ار انبوت، ار جي هي ار انبوت. يبقى هي الفولتج جين مضروب في ار انبوت على ار ال، فولتج جين حاسبينه من شويه، اروح ضربه في ار انبوت اللي هي ار جي على ار ال، ادي الفولتج جين الشرط الناقص بتاعته في ار جي على ار ال. انا الطريقه دي بصراحه ما بحبهاش، لان لو في غلط هنا يبقى الطالب على طول يطلع له الاجابه اللي بعدها غلط. طب لو انا جيت احسب التيار، احسب احسب من جديد الكرنت جين، هقول في تيار ماشي، يبقى الفولتج اللي موجود على الجيت عبارة عن I input في RG، عرفنا الجهد اللي موجود هنا على الجيت. طيب قد إيه من الجهد ده موجود على VGS دي جيت سورس، قد إيه من الفولتج ده موجود على ال VGS VGS يعني موجود فوق الواحد على جي ام، فانا عندي هنا في واحد على جي ام، بعدين نقطة السورس، وبعدين ار 3 وده الجراوند، فاروح ماسك الفولتج اللي انا حسبته هنا، اعمل له فولتج ديفيجن بنسبة واحد على جي ام الى ار اس، واخد اللي على واحد على جي ام، الناتج ده هيبقى هو في جيت في جيت سورس، يعني همسك I input في RG أروح ضربها في واحد على GM وأقسمها على واحد على GM زود RS، يوم يديلي إيه؟ يديلي VGS بدلالة الـ I input. دكتور معلش ممكن تاني بس؟ الفولتج اللي هنا على الجيت عبارة عن I input في RG، تمام؟ تمام. أنا عايز أحسب بعد كده VGS، الفولتج من هنا لغاية الجراوند، هذا الجراوند، الفولتج من هنا لغاية الجراوند متوزع حتتين، حتة فوق واحد على جي ام، ودي اللي بتدي لي VGS من أول الجيت لغاية السورس، تمام؟ والباقي موجود على ار اس، فأنا لو عايز أعرف قيمة VGS قد إيه، أروح ماسك الفولتج اللي أنا حسبته ده هنا I input في RG، أروح مقسمه voltage division، أضربه في resistance صغيرة اللي هنا دي واحد على GM، وأقسمه على مجموع واحد على GM زائد RS، يديني VGS، يبقى عرفت التيار اللي ماشي هنا، GM VGS، عرفت VGS، بحاضر أعرف قيمة التيار اللي ماشي هنا، تمام؟ أعمل له voltage division ما بين الاتنين دول عشان توصل للكرنت اللي ماشي هنا. دي طريقة تانية للحساب. وبطريقتين صح. تمام يا دكتور. اوكي. الترم ده لو فكناه، ما هو ده عباره عن ار دي في ار ال مقسوم على ار دي زائد ار ال، وعندي في المقام ار ال تطير الار ال اللي في البسط، فلاقي الناتج بتاعي يطلع بالشكل ده. اتبسط شويه، فكينا ده واختصرنا ار ال مع ار ال اللي موجوده في المفكوك اللي انا بديك الاكسبريشن بالشكل. شورت سيركت كارنت جين يفرق ايه عن ده؟
هشيل ال RL هشيل ال RL بس. بس الدكتور مش هنا هيبقى شورت سيركت فكده ال RD كمان مش هيبقى ليها تأثير معايا. ماشي صح. كل الكرنت الكرنت اللي هنا ده كله خارج هنا دلوقتي في الشورت سيركت اللي حاطه. تمام. فده طيب ما هو ده هيتشطب مع ده، بالتالي هتلاقي فعلا ان ار دي مش موجود. واضح يا محمد؟ تمام يا دكتور. طيب فده شورت سيركت كارنت دي. بالعربي انا بقسم الطير اللي هنا على الطير اللي هنا. ايه تاني؟ خلاص هنبص على الكومن جيت امبليفاير. كومن جيت امبليفاير دي دايره الكومن جيت امبليفاير او احدى دوائر. طبعا ما فيش دايره واحده اسمها كومن سورس ولا كومن جيت ولا كومن درين، في دوائر كتير. احنا بنبص على امثله كمان. الدايره دي ده الكومن، الانبوت هنا، الاوتبوت انا واخده من على الدرين. عشان نبتدي نحل نجيب ايكوفالنت سيركت. هل في صعوبه في الايكوفالنت سيركت بتاع جراوند؟ ده شورت، ده شورت. الموديل بتاع ترانزستور هستخدم التي موديل طالما في حاجة تحت السورس، ما هوش وصل على الجراوند في الاي سي. طالما في الاي سي في حاجة تحت السورس مش وصل مباشرة على الجراوند، من الأفضل أن أستخدم التي موديل. تمام. فهشيل ده حط مكانه كارنت سورس واحد على جي ام. بيت الدائرة زي ما هي. current source واحد على جي. الريزيستنس دي ار دي، طالما النقطة دي بقت على الجراوند يبقى ار دي بقت بارل مع ار ال، فأقدر أحطها بالشكل ده. وبعدين مين بقى المعتاد؟ لو أنا عايز أجيب ار انبوت، حد يجاوبني وأنا واقف هنا، ار انبوت قد إيه؟ بص ناحية الأمبليفاير وبص على الريزيستنس اللي وصل لغاية الجراوند تطلع ايه؟ واحد على جي ام. واحد على جي ام. يبقى أول حاجة هنقول ار انبوت تطلع واحد على جي ام. هي تاني عشان ايه؟ واحد على جي ام. طيب كويس. بعد كده نقول ار اوت تطلع بكام؟ يبقى الار دي. ار دي. طب والفرع ده لازم الأول تتأكد. تتأكد ازاي؟ بتقول انا بعمل هنا شورت سيركت. تمام؟ تتأكد ان الفرع ده مش مأثر معاك بحاجة. بتقول انا بعمل هنا شورت سيركت. يبقى الجهد هنا صفر، والجهد هنا صفر، وما بينهم اتنين سيريز ريزيستورز. استحالة طاير يمشي فيهم. يبقى الطاير ده بصفر. فعلا الفرع ده مفيش ماشي، تبقى ار دي. طب دكتور معلش، هو انا لو كان الجيت عليه ريزيستور في الحاله دي طيب كده هاخد الريزيستور دي معايا في الحسابات صح؟ لا هو مش كده، هيبقى الجراوند في ما بين الجراوند وما بين الكرنت سورس ريزيستور؟ لا هو الكرنت اللي بيدخل في الريزيستور لو انا في ريزيستور قد ايه؟ زيرو. زيرو، فمش فارق في اي حاجه. مفيش طرح حامشه، هيظل الجهد نفسه. تمام. تمام. طيب ادي الفولتج جين يطلع قد ايه؟ هو الفولتج جين النسبه ما بين الفولتج اللي هنا ده الفي ام الى الفولتج ده اللي اسمه في اوت، اللي يربط الاثنين بعض الطير اللي ماشي هنا والطير اللي ماشي هنا. يبقى نسبه الفولتج اللي في الاوت الى الفولتج اللي في الانبوت هو الريزيستنس اللي ما بين الانبوت فولتج والجراوند الى الريزيستنس اللي ما بين الاوتبوت فولتج والجراوند. واضح؟ طب والاشاره؟ والله انا بص، اما يبقى الطير ماشي كده اديني جهد انا سالب ولا موجب؟ سالب عشان هو طالع من الجراوند. صح صح. طب والطياره ما يبقى ماشي كده اديني انا جهد سالب ولا موجب؟ سالب برضه. برضه سالب. يبقى الاشاره هنا زي هنا، الفي اوتبوت والفي انبوت لهم نفس الاشاره، يبقى الجين موجب. مقداره قد ايه؟ الريزيستنس اللي انت شايفها في الاوتبوت دي الى الريزيستنس اللي موجوده في الانبوت. يبقى بيطلع عباره عن الريزيستنس اللي في الاوتبوت
مقسومة على واحد على جي ام أو مضروبة بجي ام. مفهومة؟ تقولها تاني ولا مفهومة؟ مش حد بيجاوب. أعتقد تمام يا دكتور كده مفهوم. طيب كويس. open loop voltage أو open circuit voltage B. no load voltage B. اطلع هيبقى نفس الحاجة بس بدل البرل ده هيبقى RG بالظبط واحدة صح. طيب ايه تاني؟ overall voltage gain يفرق فيه ال AV في ال المفروض اللي هو الفولتج ديفايدر اللي هناك، بس هو مفيش فولتج ديفايدر اصلا، هيبقى الار سيجنال والوان على جي ام. في فولتج ديفايدر، الفولتج في سيجنال بيتقسم ما بين واحد على جي ام وار سيجنال. بالظبط كده. لاحظوا حاجه، لاحظوا ان الفولتج جين بتاعنا كبير. ده المشكله بتيجي هنا الفولتج ديفايدر ده، ان واحد على جي ام بتبقى صغيره قوي، وار سيجنال عاده مش صغير، فبالتالي بلاقي الفولتج ديفايدر ده يروح قاتل لي الاوفرول فولتج بي، يعني الريشيو دي بتبقى صغيره قوي. تمام. ده مش وحش، ده عامل زي الفولتج جين بتاع الكوماند سورس. الكوماند سورس مع اختلاف الاشاره يعني. تمام. لكن المشكله بتيجي في الترم ده، الترم ده بيطلع صغير قوي، فطلعي الاوفرول فولتج جين بتاعك صغير جدا، صغيرة قوي، إلا لو كانت R signal صغيرة. فبالتالي هناك استخدام خاص جدا للدائرة بتاعت الكومان جيت، زي ما قلنا قبل كده، ده بتستخدم في الدوائر حاجة زي الكيبلز بتاعت الأنتنة أو الساتلايت ديش، حاجة زي كده اللي بتبقى فيها R signal صغيرة بالأوم. الإكسبريشن ده بقى نقدر نختصره هنا، نقدر نختصره حبه بالشكل ده. طيب overall voltage gain قصة مكررة، هشيل البارلل ار اللي من هنا، ويبقى ده هو overall voltage gain. دي حاجة تانية والله. خلاص current gain، current gain يطلع بكام؟ دي مجرد النظر باينة خالص. أنا عايز أجيب النسبة ما بين التيار اللي خارج هنا إلى التيار اللي داخل هنا، تبقى واحد؟ لا، أو نيجاتيف، نيجاتيف واحد. لا برضو، لاحظ إن أنا عايز أجيب التيار اللي ماشي هنا مش اللي ماشي هنا من اللود. أيوه تمام. فيبقى إيه الريشيو دي تطلع بكام؟ هعمل عملية اسمها إيه؟ إيه علاقة الكرنت ده بالكرنت اللي في الإنبوت؟ الكرنت اللي هو اي بي يعني، هو بيساوي الكرنت في الانبوت. صح. طب ايه علاقه الكرنت اللي ماشي في الار ال بالكرنت الاي دي؟ الكرنت ديفايدر. كرنت ديفايدر. فبالتالي الكرنت جين بتاعك بيجي من الكرنت ديفايدر. والاشاره على فكره موجبه، لاحظ ان اشاره يعني التيار ده عكس اتجاه اي انبوت، والتيار ده عكس اتجاه اي اوت. بالتالي الإشارة لما تيجي تقسم اي انبوت على اي اوت الإشارة هتطلع مكرر، اللي هي بتاعت الكرنت ديفايدر. الكلام ده واضح؟ عادي جاوب. تمام. شورت سيركت كرنت جين يعني ايه؟ انا عملت شورت سيركت على ار ان، ساعتها هتلاقي الكرنت ده هو الكرنت اللي ماشي، ما ده هو اللي داخل في الانبوت، يطلع جين بواحد. كأني بشيل ار ال حطها شورت سيركت تطلع بواحد. تمام. طيب في حاجه مش مفهومه هنا؟ اتوقع مفهوم. اوكي. Hmm.
ده مثال. المثال ده بيقول لي عندي I signal و R signal أهو. ده السورس بتاعي محطوط على صورة نورتون. I signal و R signal. فإيه علاقة التيار اللي ماشي هنا بالتيار اللي ماشي هنا؟ R signal عادة بتبقى كبيرة أوي. واضح. فبالنسبة للـ AC أكبر، يعني R signal أكبر بكتير من واحد على GM اللي موجود هنا. فبالتالي حلقة إن التيار ده تقريبا كله خارج لي هنا. وهو الكارت اللي خارج هنا. يعني كأن الكارت ده هتلاقيه هو اللي خارج في الـ من الدرين بتاع الـ بتاع الامبليفاير بتاعك. تمام؟ إيه اللي هيحصل له بعد كده؟ هعمل ديفيجن ما بين R L و R D عشان أعرف الكومبوننت اللي ماشية فيه R L D. بص على كوماند درين أو سورس فولور. الدايرة دي كوماند درين، حاطط الإنبوت على الجيت وباخد الأوتبوت من عند الإميتر. ليه اسمها كوماند درين؟ عشان الدرين كوماند. ليه اسمها سورس فولور؟ لأن الفرق ما بين الجهد بتاع الجيت والجيت والسورس في الاي سي الفرق بسيط قوي، الاثنين بيتغيروا مع بعض، يعني واحد بيزيد الثاني بيزيد معاه. فرق الجهد اللي بينهم صغير جدا. لو الدروب اللي على واحد على جي ام، فرق الجهد ما بين الجيت والسورس، الدروب اللي موجود على واحد على جي ام، ريزيستنس واحد على جي ام، والريزيستنس دي قيمتها قليله قوي، فيكاد يكون الجهد بتاعه يكاد يكون نفس الجهد. بالتالي بنقول الجين بيبقى تقريبا واحد. طب وحد يستخدم امبليفاير الجين بتاعه واحد؟ لان انا التيار اللي بمشيه بطلعه في الاوتبوت في الاي سي، بقى التيار اللي انا بطلعه في الاوتبوت مش بسحبه من السيجنال. انا السيجنال التيار اللي مسحوب منها يتوقف على قيمه ار جي. ار جي اقدر احطها بالميجا، تلاقي التيار المسحوب من السيجنال تيار ضعيف جدا، لكن التيار اللي هيخرج لك في الاوتبوت هيبقى جاي من السورس بتاعك مش جاي من السيجنال. طيب فده ميزه الدايره دي، ده بتعمل بافرنج، بتعزل لي السيجنال عن اللود. ممكن اللود تبقى ريزيستنس بتاعته صغيره، مع ذلك تلاقي الجهد بتاع السيجنال تقريبا كله موجود تقريبا هنا، والكرنت اللي ماشي هنا يبقى كرنت كبير مش مسحوب من هنا، ده جاي من السبلاي بتاعي. نعمل الإكوفلنت سيركت ده، طالما في لود تحت السورس يبقى هستخدم تي موديل، وما أهملناش الار نوت لأن التعامل معها هنا في الحالة بتاعتي دي سهل، لأن ار نوت موجودة ما بين النقطة دي وجراوند، يعني كأنها بقت بارل مع ار ال. هذه الإكوفلنت سيركت عملنا إيه؟ ولا حاجة. اللي عملناه النقطة دي درين بقت على الجراوند، فرحت جايب ده حطه هنا وعلى الجراوند، والطرف ده رحت جايبه كده وحطه على الجراوند. الدايرة بتاعتي بقت بالشكل دي، بدل ما هي فيرتيكال رحنا رسمينها هي هوريزونتال، ما فرقتش حاجة خالص. تمام؟ دي الإكوفلنت سيركت. طيب تعالى بقى، ايه هي ار انبوت؟ الكرنت اللي دخل على الجيت دايما بصفر، وبالتالي ار انبوت تساوي ايه يا جماعه؟ ار جي. ار جي تمام. طب وار اوتبوت؟ ار انبوت ار جي. ار اوتبوت بتطلع بكام؟ واحد على الجي ام بارلل مع الار نوت. تمام. طب وده هل هنا مش هيبقى فيه تيار يأثر في الدايره؟ واحنا بنعمل ايه لما اجي اقيس ار اوتبوت؟ بعمل ايه في الفي سيجنال؟ بعملها شورت. شورت صح. لما ده يبقى شورت يبقى هنا هل ممكن يتكون تيار؟ هيجي منين؟ كان ده شورت وده شورت، ما فيش فولتج ماشي هنا، يبقى الفولتج اللي هنا بصفر، التيار اللي دخل هنا بصفر والفولتج ده بصفر، يبقى النقطه دي بقت على الجراوند لان الفولتج اللي هنا ده بصفر. واضح؟ تمام. ايوه يا دكتور. بالتالي ار نود بارلل. تمام يا دكتور. ها؟
R node parallel 1 على G. بعد كده voltage gain. يا voltage gain output voltage على input voltage. يبقى عايز أوصل أكتب قيمة output voltage بدلالة input voltage. أقول إيه؟ بصوا يا جماعة، كل حاجة ممكن تجيبها بأكتر من طريقة. فإحدى الطرق الممكنة إن أنا أقول هو التيار ده علاقته بـ V input. علاقة التيار ده بـ V input. حد يقدر يقول لي؟ التيار ده إيه علاقته بـ V input؟ ده الجيت ده بيساوي يعني وصل open circuit من بين الجيت والدرين يعني. طيب بص، علاقة ايه العلاقة ما بين الفولتج اللي هنا على الجيت والفولتج اللي في النقطة اللي انا بشاور عليها؟ هو نفس الفولتج. نفس الفولتج. يبقى اذا الجهد ده، الجهد هنا اسمه في انبوت صح؟ تمام. والجهد ده اللي اسمه في اوتبوت. اللي بيربط الاثنين ببعض ايه؟ قاعدة ايه؟ هيبقى فولتج ديفايدر عادي جدا. فولتج ديفايدر عادي خالص. هتلاقي الفولتج جين بتاعك هو الريشيو بتاعت البارل بتاعت الاثنين دول الى مجموع الريزيستورز. هتطلع عبارة عن تمام بارلل مقسومة على البارلل زائد واحد على جي. ده الفولتج جا منين؟ فولتج ديفايدر في انبوت، في اوت دوت هو جزء من في انبوت، الجزء الموجود على البارلل ريزيستورز. تمام. اذا كانت ار اوتبوت كالعاده اكبر أو من R load يبقى أقدر أهمل الجزء بتاع البارل ده، وإن هي R L على R L زائد واحد على G M، وأضرب بسطه مقام G M على G M R load على G M R load زائد واحد. Open circuit. Open circuit إن أنا حشيل R load هتبقى قيمتها كده. تمام. في حد مش فاهم؟ ظفر وول فولتج جين بحسبه ازاي؟ اوفر وول فولتج جين الاي في في الفولتج هيبقى الجين العادي مضروب في الريجن ما بين ار جي وار سيجنال. علاقة الأوفرول فولتج جين بالفولتج جين. الصوت بيقطع عندكم، أنا صوتكم بيقطع عندي، أنا مش عارف صوتي أنا عندكم بيقطع برضو. لا سامعينك يا دكتور، سامعني سامعني كده كويس. طيب أوكي سمعت أنت كويس، بس الباشمهندسة محمد صلاح الصوت عندهم بيقطع ما بيكلم، إنما أنت السارتة الصوت عندك كويس مفيش مشكله في الشبكه. تمام. طب نرجع نقول الاوفر اول فولتج جين عباره عن الفولتج جين مضروب فيه الفولتج اللي في الايه ديفايدر اللي في ده، يبقى همسك الفولتج جين ده اروح ضربه في الديفايدر، يعني اضرب في ار جي على ار جي زائد ار سيجنال عشان احصل على ادي ديفايدر وادي الفولتج جين، فاحصل على الاوفر اول فولتج جين. ده الأوفرول فولتج. طب الأوبن نو لود فولتج جين أعرف شيل البارلل بتاع ار ال بس مش حاجة تمام. كارنت جين، كارنت اللي هنا علاقته بالكارنت اللي هنا سيبها ازاي؟ إن هي الـ V input على الـ RG. حلو صح. الكرنت اللي في الانبوت هو في انبوت على ار جي، والكرنت اللي في الاوتبوت الفي اوتبوت على الار ال.
يعود وتعالى ال RL صح. I output هي V output على RL. V output عبارة عن V input في الـ gain, في الـ voltage gain. كده V output V input في الـ voltage gain. بسط بقى العلاقة اللي عندك. هنا قسمنا بسط ومقام على R نوت R L فبقت موجودة هنا. تمام؟ وادي R L هي وادي V input. يعني أين كده نحسبها كل حاجة زي بقول لك في أكتر من طريقة الحساب. يبقى الـ current gain هو الـ I output على إيه؟ على I input. يعني إيه علاقة I input بـ V input؟ تمام؟ تقدر تشيل V input وتحط مكانها I input في RG. يعني هو مش عارف هيبقى الكلام ده بالنسبة لكم ستريت فورورد ولا لا, لكن ده هو ده اللي هو I input I out. ده V input مقسوم على كذا, اهي V input مقسوم على كذا. ال I input اهي V input مقسوم على R input. R input ليه RG. ده هيتشط مع ده, يبقى اذا الجين بتاعه هيطلع RG مقسومة على الجزء. واضح؟ الكلام ده ما بيتحفظش على فكرة. لو انتوا بتحلوا بأرقام الكلام ده بيبقى ستريت فورورد سهل قوي. يعني هو انا بس هنا عشان فيه جي ام وار نوت بارلل ار ال وبتاع, فالاكسبريشنز شكلها مزعج. إنما هيك أرقام كلام بسيط خالص. شورت سيركت كارنت جين, يعني أعمل شورت سيركت هنا, علاقة التيار اللي ماشي هنا بالتيار اللي ماشي هنا هو هو. طب علاقة التيار اللي ماشي هنا بالتيار اللي ماشي هنا, التيار اللي ماشي هنا هو في إنبوت على واحد على جين. أنا ده عملته على جراوند, ده بقى شورت. التيار اللي ماشي هنا هو V input على الريزيستنس, كأنه V input مضروب في جي ام. تيار V input مضروبة في جي ام. لما ارجع اقسمها على I input, I input بيساوي V input على ار جي. واضح؟ يعني الكرنت اللي في الاوتبوت هو جي ام باي انبوت. اسف الفولتج هنا اوكي انا الظاهر ماشي انا مرهق معلش التركيز بيضعف مع الوقت. بنقول مره ثانيه الفولتج اللي ده هو الفي انبوت, يبقى التيار اللي ماشي في الاوتبوت هيبقى في انبوت مقسومه على واحد على جي ام, يعني في انبوت مضروبه في جي ام. التيار اللي في الاوت في انبوت مضروبه في جي ام دين التيار. طب التيار اللي في الانبوت في انبوت مقسومه على ار جي. واضح؟ تمام يا دكتور. بالتالي مش محتاجه توضيح اكتر من كده. فبالتالي الريشيو بتاعتك هتطلع جي انبوت في ار ال. تمام؟ الريشيو هتطلع جي انبوت في ار ال. جت منين؟ هنا في انبوت, في انبوت هي في انبوت هقسمها على واحد على جي ام, يعني اضربها في جي ام تديني الكارنت. في انبوت في جي ام. الكارنت اللي هنا في انبوت مقسومه على ار جي. اقسم الاثنين على بعض. يطلع الناتج عبارة عن جي ام مضروب في ار جي. طيب ايه تاني؟ شورت سيركت ده اللي حسبناه دلوقتي اي جي ام في ار جي. تمام. دي الدوائر بقى اللي حللناها باختصار
في ايه؟ ننقل على الدايرة بتاعت، احنا حللنا دلوقتي دوائر المص، تمام؟ زيها بالضبط نفس الافكار عليها بتتكرر مع البايبولار جانكشن ترانزستور. الفرق الوحيد ما بين الاثنين، احنا سبق قلنا في المحاضرات ان انا اقدر اعتبر ان المص سيركت سبيشال كيس من البي جي تي. لو انا اعتبرت البيتا بانفينيتي، دائرة البي جي تي اعتبرت فيها البيتا بانفينيتي حالة ان انا وصلت لدائرة المص. الافكار متقاربة جدا، الدائرة هي هي بتاعت الكومن اندي، شلنا الرمز بتاع المص وحطنا الرمز بتاع البي جي تي. تعال نجيب الاكوفلنت سيركت، ادي الاكوفلنت سيركت بتيجي ازاي. كل حاجة بعجيب ده الترانزستور بتاعي بيز كوليكتور إميتر، أروح حاطط الموديل بتاع من عند البيز. إيه اللي موجود من عند البيز؟ موجود RB1 وRB2 الاثنين in parallel، يعني ده حيبقى على جراوند خلاص، فالاثنين parallel نسميهم RB، وبعدين R signal و V signal. طب الكاباستورز فين؟ لا كلها شورت سيركت، فدي ما بين البيز وما هو على شمال البيز. بعد كده أحط الموديل بتاع الترانزستور، أني موديل تي ليه اسف ده الهايبريد باي، ليه الهايبريد باي مش التي؟ لان مش حاجه تحت الليمت بالظبط، يبقى جراوند مباشر. بنستخدم اسهل ان، طب لو استخدمت التي موديل على فكره هيبقى غلط، لا هيبقى صح، الدايره هتتحل وهتطلع الاجابه كلها، بس ده اسهل شويه انما الاثنين صح، تمام. طيب ادي الموديل بتاع ترانزستور، فاضل ايه بقى؟ فاضل ما بين الكوليكتور والجراوند، تلاقي فرع RC وفرع في RL، فأدي الدائرة بتاعتي. الحقيقة أن الدائرة يعني هي نفس الدائرة بتاعت المص، ما عدا أن أنا عندي هنا في ريزيستنس، الثاني ما كانش فيه ريزيستنس، مش موجود، حط open circuit. لما أجي أبص على RIN تطلع بكام؟ RIN RIN تطلع بـ RB مع RY، صح الاثنين دول parallel لأن ده على الجراوند. أنا الجراوند ده أنا أقدر أروح قاصص هنا وأحط ده على الجراوند وأحط ده لوحده على الجراوند وأحط ده لوحده على الجراوند. فـ RIN هي عبارة عن RB in parallel مع RY. R output أنت بتشوفه منين؟ هتلاقي RC parallel مع R node. ليه؟ لأن حامل ده short circuit. فلو ده short circuit يبقى هل في طيارات ممكن تمشي هنا؟ الإجابة لا، ما فيش طيارات هتمشي هنا، لأن كله وصل على ground. يبقى إذن V pi الفولتج اللي هنا ده بصفر، GM V pi بصفر، يبقى الفرع ده كأنه مش موجود. أدي R out، حيث R parallel بقى هي ايه؟ ال parallel بتاع R node مع RC، يبقى ساعتها اقول ايه؟ اوكي RO مش R node، RO مع RL هنسميهم RP، الثلاثة دول مع بعض، RO اللي هي دي RL مع RL، يبقى ال equivalent بتاع الثلاثة دول مع بعض هنسميه RP. طيب voltage gain يطلع بكام؟ ايه هو الفولتج gain؟ الفولتج اللي هنا على الفولتج اللي موجود هنا يطلع بكام؟ لو انا هحلها يا جماعة في كذا طريقة للحل. اول حاجة علاقة ال V pi بال V input، دي جاوب تبقى الـ I base في الـ RB parallel مع الـ RY. لا أنا بقول سؤال، علاقة الـ V pi بـ V input هي مش كده؟ يبقى أنا الكرنت ده أعرفه بدلالة V input، الكرنت اسمه GM في V pi، يبقى دي هي GM V input، تمام. يبقى الاوتبوت فولتج يساوي كام بدلاله دي انبوت؟
يبقى ال RL parallel RC parallel R node اللي سميناه RP. تبقى ال RB مضروبة في ال GM في ال VM صح بشرط بالنيجاتيف. ومرجع اسمع على V input يبقى الجزء ده هيختفي V point هيختفي. أما اسمع على V يطلع الجين عبارة عن minus GM في R point في RP يطلع الجين بتاعي minus GM في RP. واضحة ليه؟ لأن الـ V باي هي V input. تمام؟ فدي طريقة من طريقة من ضمن الطرق الكتير اللي ممكن أحسب فيها الفولتج جين. جبنا الفولتج جين خلاص. طيب وبعدين كرنت جين سيبه إزاي؟ يعني العلاقة بين التيار اللي ماشي هنا والتيار اللي داخل هنا أجيبها إزاي؟ برضو في كذا طريقة. يعني أنت ممكن تقول لي وهي علاقة التيار اللي هنا بالتيار اللي هنا؟ لا لا هيجي لك كرنت ديفايدر. طيب إيه علاقة التيار اللي ماشي هنا في البيز؟ التيار اللي ماشي في الكوليكتور بيتا أي بيز بيتا العلاقة بيتا. طب إيه علاقة التيار اللي ماشي هنا بالتيار اللي ماشي هنا؟ RC والR node قول لي القاعدة قاعدة اسمها إيه؟ الـ current divider. current divider صح. يبقى أنا حاضر أقول إيه ده أنا علاقة التيار I input بالـ I beta I base بيجي بالـ current divider وبعدين علاقة الـ I collector بالـ I base هي الـ beta وبعدين علاقة الـ RL بالـ I collector بالكرنت ديفايدر اوصل على طول للكرنت اللي فيه الاوتبوت بدلاله الكرنت اللي فيه صح. يعني هبتدي من هنا ده قد ايه منه اقول لك اضرب في ار بي اقسم على ار بي زائد ار باي يبقى جبت نسبه التيار ده الى التيار ده. طب ايه نسبه التيار ده الى ده بيتا. طب ايه نسبه التيار ده الى التيار ده هي ار يسمينها RO البارل بتاع الاثنين دول RO مقسوم على المجموع بتاع RO زائد RL صح؟ هيطلع لي الكرنت جين ادي طريقة انا حلتها بطريقة في الطريقة المعتادة دي بس انا بخاف منها لسببين مش دايما دي بتبقى صح بعض الاحيان بتبقى مش صح فمش ما تقدرش قاعدة مسلم بيها تمام؟ هي سهلة وكل حاجة لكن لو أنت عندك خطأ في حساب AV دي روح راح تطلع غلط. المهم الريشيو دي هتطلع عبارة عن V output على V input في R input على RL اللي هي الفولتج جين بتاعنا مضروب G RG على RL تمام. overall voltage gain أجيبه إزاي؟ حد يجاوب معايا الفولتج جين اعمله بقى بدلاله الفولتج ديفايدر بتاع الار سيجنال بالظبط بالظبط صح. فهروح ماسك الفولتج جين هروح ضربه في ار بي على ار بي زائد ار سي فيطلع لي عباره عن ار ادي الفولتج جين في ار ار اي ار بي على لان ار بي هي ار اي تمام ار بي هي ار بي ار بي بارل ار بوي المهم في ار انبوت يعني اعمل كي احنا هنعمل فولتج ديفيجن من ار سيجنال وار بوي بارل ار بي اللي اسمها ار ادي الفولتج ديفيجن بتاعنا. طب لو كان في ريزيستنس ناحيه الامتر كان ده مكرر ادي الايكوفالنت سيركت هذه الإكوفلنت سيركت بتاعتي حط شلنا ده حطنا التي موديل أهملنا الار نوت لنفس الأسباب اللي قلناها قبل كده فبس ده حامل شورت سيركت على الار اللي هنا دي الريزيستنس عاملين عليها شورت سيركت هنا دي تاني الاثنين دول بارل مع بعضهم ار ال وار سي بارل مع بعض لأن ده شورت وده هيبقى جراوند
فدي الدايرة بتاعتي. فنبتدي نسأل نقول ايه؟ R نود بنهملها R input تساوي كام؟ يقدر يقول لي R input تساوي كام؟ RP1 بارل مع ال RP2 بارل مع ال RE وال RE small وال RE capital مضروبين في بيتا بلس 1 صح، مضروبين في بيتا بلس 1. يعني باشمهندس دي سألت الجزء الأولاني صح، باشمهندس محمد صلاح كمل لها الإجابة، لأن الحقيقة الريزيستنس دي أنا عايز أشوفها من ناحية البيز، فلازم إن أنا أضربها في بيتا بلس 1 فيطلع RP1 parallel RB2 دي نسميها RB parallel مع RE زائد RE بس مضروبة في بيتا بلس 1. اوكي طيب R output هتطلع بكام؟ RL parallel لا RC بس RC بس. الكلام ده مش هيأثر معاك في حاجة؟ ما انا هاخد هنا شورت سيركت اللي ماشي بزيرو بالظبط كده، حط هنا شورت سيركت يبقى جهد هنا بصفر وجهد هنا بصفر وجهد هنا بصفر، والا هيمشي التيار يعني، يبقى جهد هنا بصفر وجهد هنا بصفر، يبقى التيار بصفر والتيار هنا بصفر، مش غير ار سي. تمام اوكي ار نوت احنا اهملنا ارنوت، يا ارنوت مكانها هنا، ارنوت مكانها في الحته دي، ف لا مش بارلل ارنوت، لا هي ار سي بس، ارنوت بارلل هنا دي كده مش مظبوطه، هي ار سي واحنا ارنوت اهملناها. يا طبعا لو اهملناها مش هتبان هنا، لكن لا الحقيقه مش بارلل ارنوت، هي ار سي بس. طيب يعني الار نوت دكتور لو موجوده مش هتبقى بارلل؟ لا مش هتبقى بارلل، المهم لانها منتهيه هنا بين دي ودي، تمام مش واصل على الجراوند، دول واصلين على الجراوند واضح، انما ار نوت مش واصل على الجراوند، واصل على ار اي، مفهومه؟ طب دكتور هو مش كده ممكن تكون هي متاخده مع الار اي اللي تحتيها، تبقى الار نوت والار اي سيريس مع بعض الاثنين بارلل مع الار سي؟ R نوت سيريز مع R E بارل مع R C small R E دي بتعمل ايه؟ أنا كده لا غلط، لا مش صح، مش مظبوطة فين؟ فبالتالي هتلاحظ انها عقدت الدنيا، ونظرا انها بتبقى في discrete circuits دي كبيرة قوي، فبيهملوها عشان الحل يبقى بسيط، R C بس. طب overall voltage gain، واحنا نجيب الأول فولتج جين وبعدين كده نسأل على الأوفر فولتج جين، ازاي ما ظهرش الفولتج جين الأول؟ اوكي تعالوا نقول ايه الفولتج جين بتاعنا يساوي كام؟ الإجابة سهلة على فكرة، هو ده الفي انبوت، كل ده حاجة واحدة، نسوي اي متر في الـ في الريزيستنسز اللي تحت اللي هو ار اي وسمول ار اي كابيتال، الفي ايوه الفي اوت بوت هيساوي نيجاتيف الفا اي متر في ار سي بارل على ار ال صح، يبقى اذا الفولتج جين ما هو التيار هنا هو نفس التيار هنا مع اختلاف الالفا صح؟ التيار اللي فوق نفس التيار اللي تحت ما اختلف صغير او اسمه الفا، يبقى الفولتج اللي بره في الاوتبوت هو عباره عن ال ار سي بارلل ار ان ال مضروبه في الفا، ده يديني الفي اوتبوت واقسمه على التو ريزيستورز ممثله للفي انبوت، يبقى اذا الفا ار سي بارلل على بارلل ار ال مقسوم على سمول ار اي زائد كابيتال ار اي،
اللي بيقوله لك هنا الاوفرول فولتج جين هو ده الفولتج جين وده الاوفرول فولتج جين بضرب في الديفايدر الانبوت كالعاده. احنا دلوقتي كنا بنحسب في الفولتج جين الفا في الريزيستورز اللي ناحيه الكوليكتور مقسومه على الريزيستورز اللي ناحيه الامتر. هل الكلام ده مش مفهوم؟ في حاجة ملخبطة حد؟ يا ممكن هل الكلام ده مفهوم؟ كده دكتور سليم؟ طيب الأوفرول فولتج جين يساوي الفولتج جين في الديفايدر اللي في الإنبوت. هل في مشكلة في الديفايدر اللي في الإنبوت؟ يبقى فاضل ده. ازاي احسب ده؟ يقول لك ايه؟ هو انت لما تيجي تحسب الاوتبوت فولتج مش التيار ده في الريزيستورز دي؟ اه الريزيستورز دي سمها لك ار كوليكتور. كوليكتور ريزيستورز اللي هما الاثنين دول مع بعض. الريزيستورز اللي ناحيه الكوليكتور. طب الفي انبوت عبارة عن ايه؟ الفولتج اللي انا ده فيه عبارة عن نفس التيار هو بس مش مضروب في الفا. مضروب في التو ريزيستورز من ناحية الاميتر. يبقى لما اجي اقسم الاوتبوت فولتج على الانبوت فولتج. الاوتبوت فولتج والانبوت فولتج فيهم نفس التيار ما عدا ان اللي في الاوتبوت مضروب في الفا. فبالتالي لو ما كانش مضروب في الفا كان هيبقى نسبه الريزيستورز اللي في الكوليكتور الى الريزيستورز اللي في الاميتر، لكن الكرنت اللي ناحيه الاوتبوت اللي هو جاي من عند الكوليكتور مضروب في الفا. وبالتالي الفا في الريزيستورز اللي عند الكوليكتور مضروبه على الريزيستورز اللي عند الاميتر. لو ترجع بقى للدايره بتاعت دايره المص هتلاقي نفس الاكسبريشن معاه ده، ان الالفا دي واحد. ما احنا بنقول هي الاثنين نفس الدوائر. الفرق الوحيد ان البيتا بتاعت المص كانها بانفينيتي، يعني كان الفا بواحد، ان الفا هي بيتا على بيتا زائد واحد. فهمت يا محمد؟ محمد ولا طيب. طيب كومان بيز امبليفاير، ده الكومان بيز امبليفاير بتاعي. اجيب ايكوفالنت سيركت، دي الايكوفالنت سيركت. هل في صعوبه في الايكوفالنت سيركت؟ في حد متلخبط جابها ازاي؟ طيب نكمل. ار انبوت تطلع بكام؟ الريزيستنس ما بين النقطه دي والجراوند قد ايه؟ تطلع ار اميتر، ار اميتر كابيتال بارل ار اميتر سمول. صح ممتاز، يطلع ار اميتر كابيتال بارل ار اميتر سمول، وعادة دي كبيرة ودي صغيرة قوي، فتقريبا تبقى سمول ار اميتر. طيب بعد كده اوتبوت فولتج، نقول ايه الاوتبوت ريزيستنس كام؟ الـ output resistance بـ RC. 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 ليه هو هنا مفيش تيار؟ اه مفيش تيار، ليه؟ لأن أنا حامل هنا شورت سيركت، يبقى ما بين النقطة دي وما بين الجراوند سواء ده أو ده، ما هو الاتنين دول parallel مع بعض. ما بين النقطة دي لغاية الجراوند مفيش أي نظر طاقة. بالتالي مفيش تيار ماشي. يبقى التيار اللي هنا ده بصفر. التيار ده بصفر يبقى فعلا ار سي. طيب بعد كده بندور على الاوفر على الفولتج جين. يعني ايه العلاقة ما بين الفولتج اللي هنا والفولتج اللي هنا؟ يبقى ازاي دي؟ بص ابتدي امتى افكر. لو انا عارف التيار الفولتج اللي هنا اقدر اعرف التيار اللي ماشي هنا. راح ماسك الفولتج ده اسمه على الريزيستنس، يديني التيار اللي ماشي هنا. اضربه في الفا يديني التيار اللي ماشي هنا.
اضربه في الريزيستنس يديني الفولتج اللي انا مع مراعاه الاشارات واحنا شغالين. فاقدر اقول الاوتبوت فولتج بتاعي يساوي الفا في الكرنت اي اميتر. اي اميتر اللي هي في انبوت ثم على ار اميتر بدي الفا في اي اميتر في الريزيستورز ار سي بارلل ار ده في اوتبوت. الفولتج جين هو في اوتبوت على في انبوت فبالتالي حيطلع عباره عن الفا في ار سي بارلل ار اللي على ار اي. وطب الاوفر فولتج جين احسب ازاي؟ حد يقول لي؟ المفروض ان احنا بالديفايدر فولتج ديفايدر في الفي اوتبوت من غير الفي انبوت اللي هو سيجنال اي كابيتال. انا بدور على الاوفر فولتج جين او اجيب الفولتج جين واضربه في الديفايدر. ادي الفولتج جين هي الفا في البارلل على ار ده الفولتج واضربه في الديفايدر. الفا على ار اي هي جي ام. صورة تانية بص هو هنا الكلام ده كله انت شغال بالارقام مفرقش كتير معاك بالارقام. المسائل بتبقى في منتهى البساطة لان ما بتعودش ماشي بالتركيبات الكبيرة اللي عمال تنقلها من خطوة لخطوة. طيب ده الكومن بيز. انا اخد الكومن كوليكتور اخر حاجة الدايرة بتاعتي اهي ودي الايكوفالنت سيركت. هل في صعوبة فيها؟ ما أظنش يعني إن فيها أي صعوبة. لاحظ هنا ما أعملناش أرنوت لأن سهل للتعامل معه. أرنوت هتبقى موجودة ما بين الإميتر والجراوند فبقوا الثلاثة دول بارلل مع بعض. أنا مش هتعقد لي حاجة خالص. ماشي يبقى الدايرة بتاعتي دلوقتي لما أجي أسأل على R input تطلع قد إيه وأنا واقف هنا بص على الريزيستنس في الجهة دي. آسف لا ده أنا بص من هنا. واقف هنا وبص على الريزيستنس تطلع ايه؟ اللي هي ار بي كابيتال بارلل ار اي في ار الكابيتال والسمول بس مضروبين اكبر كارن. لا يبقى مقسومين على بيتا بلس 1. هو كده هاخد الار ال والار نود والار اي دولت التلاته بارلل مع بعض مجموع عليهم الار اي سيريس مضروبين في بيتا بلس 1 مجموع عليهم الار بي. لا في الاخر ايوه الار بي مش موجود معايا صح عند البيز. صح هتبقى بارلل معاه. تمام يعني ار بي بارلل بتاع ايه بقى؟ اللي موجود في الاميتر اضربه في بيتا بلس 1. ايه اللي موجود في الاميتر؟ ايه اللي هضربه في بيتا بلس 1؟ سمول ار اي ان سيريز مع ثلاثة بارلل ريزيستورز كابيتال ار اي سمول ار نوت كابيتال ار اي. دكتور معلش هو احنا ليه بنضرب في بيتا بلس 1؟ مش فاهم الحته دي. مش في عندنا قاعده اسمها ريزيستنس ريفليكشن؟ هي القاعده دي اللي بنطبقها هنا اللي موجود في الاميتر. اما اجي اشوفه من ناحيه البيز بيبان متكبر. تمام بسبب ان الكرنت اللي ماشي في الاميتر بيساوي بيتا بلس 1 تايمز كرنت اللي ماشي في البيز. هو ده السبب اللي بيخلي لو انا سحبت من هنا التيار صغير الاقي عملي فولتج كبير فولتج دروب كبير هنا عن التيار المسحوب صغير الاقي فولتج دروب كبير. ليه؟ لان الحقيقه كما لو كنت شايف الريزيستورز اللي هنا مضروبه في بيتا بلس 1. طيب فبنقول سي ار ام ار انبوت هتساوي الحسبه دي. ده ار انبوت اللي انا شايفه من هنا الجزء ده والريزيستنس اللي انا شايفه من هنا اخدها بقى بارل مع ار. طيب ده ار اوت لا دي ار انبوت هتبقى ار بي بارلل ار اي بي وحيث دي هي ار اي بي. طب لو انا بدور على ار اوت اجيبها ازاي دي؟
هدي جاوبني R output تيجي ازاي؟ هي هتبقى R emitter capital بس؟ هتبقى ال R emitter R node parallel مع ال R emitter series مع ال R E تمام، وهاخد ال R signal وال R B الاتنين parallel مع بعض parallel مع اللي احنا لسه قايلينه، بس ال R B وال R signal هضربه واقسمهم على بيتا بلس 1. بس حتة R E series دي غلط. R E تمام small R E دي غلط. هو انت الريزيستنس بتاعتك هتبقى عباره، نشوف الار اوت دي هتبقى عباره عن ايه. لاحظوا هنا احنا بنفرق ما بين ار او وار اوت. لو بتتكلم على ار اوت بتاخد ار سيجنال معك، لو بتتكلم على ار او بس ار سيجنال بتبقى اوبن سيركت شورت. اسف تبقى شورت شورت ولا اوبن؟ اوبن اوبن سيركت مش موجود. نقول تاني، أنا بدور على R output عبارة عن إيه؟ عبارة عن R node parallel R E parallel الآتي. بقى إيه الآتي ده؟ R E in series مع اللي موجود ناحية البيز ده اللي موجود هنا، بعد ما أضربه فيه أقسمه على بيتا بلس 1. يبقى الفرع الثالث أنا عندي هنا اللي أنا شايف منه ثلاث فروع in parallel مع بعض، أول فرع هو R node، تاني فرع كابيتال ار اي، الفرع الثالث هو سمول ار اي ان سيريز مع ار بي بارلل ار سيجنال. تمام، طبعا ده بعد ما قسمته على بيتا بلس 1. هل ده مفهوم يا جماعه؟ تمام يا دكتور. كويس يا محمد. باقيين؟ في حد مش فاهم اللي بنقوله اللي موجود علي بس سؤال. ناحيه اتفضل. هو في الار اوتبوت احنا ليه مش احنا دلوقتي عملنا شورت سيركت على الـ على الانبوت؟ فالمفروض ما فيش كارنت هيمشي. تمام، مش كارنت هيمشي فين؟ ما فيش كارنت هيمشي من ناحيه الانبوت. ليه؟ عشان انا عملت عليه شورت. لا مش صح. بص حالك حاجة، لو أنا عملت شورت على في سيجنال تمام، يبقى R سيجنال دي على شمالها أنا على الجراوند، بس على يمينها إيه النقطة اللي هي المشتركة ما بين R سيجنال و R B، هل هي على الجراوند؟ لا لا، ما هي حاجة منين الفولتج؟ ما أنا لو حطيت فولتج هنا هلاقي إنه بيعمل ديفيجن، فيبقى في جهد هنا. انا في لو انا حطيت في انبوت هتلاقي هي هنا دي هنا دي، حط في اوتبوت هنا هلاقي الفولتج ده موجود هنا. تمام، ده في اوتبوت معايا يا باشمهندس؟ تمام. انا حطيت هنا في اوتبوت والناحيه الثانيه فيها جراوند، فالفولتج اللي هنا هيبتدي يتقسم، فلاقي ان انا عندي في جهد. طيب يا رب نقول الفولتج جين، انا يعني ايه هجيب دي بعدين، الفولتج جين يساوي كام؟ يا الفولتج جين الاوتبوت فولتج على الانبوت فولتج يطلع بكام؟ استعمل قاعده ايه؟ الفولتج ديفايدر على الفرع بتاع ار ايميتر سمول وار ايميتر كابيتال بارل مع ار لود. صح صح. فالفولتج جين هيطلع هو الريزيستورز الثلاثة البارلل دول 1 2 3 مقسومة على سمول ار اي زائد البارلل الثلاثة مع بعض، ده الفولتج جين. أما الأوفرول فراح جايب نفس الفولتج جين وراح قاسمه فيه ضربه في الديفايدر اللي هنا، الديفايدر اللي في الانبوت. طب إيه بقى الديفايدر اللي في الانبوت؟ الديفايدر اللي فيه الانبوت ما بين الار انبوت اللي هي فين ار انبوت اهي وار سيجنال، يبقى انا همسك الفولتج جين بتاعي اضربه في ار انبوت. ار انبوت اللي هي التركيبه الكبيره دي، ار انبوت على ار سيجنال زائد ار انبوت، بغض النظر عن اللي مكتوب هنا. هل الفكره نفسها مفهومه؟ تمام يا دكتور.
طيب يبقى هلاقي الديفايدر بتاعي وده ده الديفايدر اللي في الانبوت ده الديفايدر اللي في الاوتبوت اثنين عباره ديفايدرز اثنين ديفايدرز اختصر بقى الترمات دي كاكسبريشنز انت كارقام خلاص انتهى الموضوع انما كاكسبريشنز هتقدر تختصرها شويه اوكي انا كده خلصنا كده خلص طيب حد عنده اسئله هو جزئية بس الديفايدر اللي جوه الديفايدر دي انا حاسس ان انا تهت فيها يعني انهي واحده الاخيره خالص بتاعت الاوفرول فولتج جاي ماشي تمام هو دلوقتي فمان. احنا هنعمل ديفايدر الفي اوتبوت هو اللي على الريزيستنسز البارلل دول تمام فهو الفولتج هنا هو البارلل على التوتال اللي هو البارلل زائد ار اي صح البارلل مع ار نوت او لا يعني الديفايدر اللي في الاوتبوت اهو اهو ده الديفايدر الثلاثه البارلل على ار تمام ده الديفايدر في الاوتبوت تمام تمام وفي ديفايدر في الانبوت تمام لا تمام تمام شفتها وضحت تمام تمام طيب في اي حد عنده اي اسئله تانية يا جماعه دكتور انا عندي سؤال طيب. بس مش على المحاضره يعني طيب اتفضل هو النهارده لما احنا كنا بنعمل البروجكت يعني في حاجه حصلت معايا كده اللي هو الموتور كان بيسحب كارنت ان هو خلى الترانزستور بقى دايما بيشد كارنت فهل دي ممكن اصلا ولا تفسيرها ايه ولا ايه المشكله يعني احنا كنا عاملين دايره كومن اميتر تمام ومخليين الكوليكتور بتاعها متوصل للموتور تمام والسيجنال لما كانت بتيجي للموتور